يحظى مسلسل دور العمر بأصداء إيجابية لحظة عرضه حصريا على منصة شاهد، وهو من بطولة النجمة سيرين عبد النور والممثل كرم عادل كرم، وكتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد ماروق الذي أبدع في الصورة الإخراجية الراقية وعينه الثاقبة. وتجسد سيرين عبد النور في هذا العمل والذي شابه الأعمال العالمية لناحية القصة الجديدة المختلفة من نوعها والحبكة الدرامية والإخراج دور شمس مطر، واستطاعت بحرفيتها الغالية العالية ومهنيتها أن تغوص بعمق في هذه الشخصية الغريبة من نوعها والتي يصعب تحديد ما إذا كانت مركبة أم لا، فأفدعت في دورها وحبست أنفاس المشاهدين بأدائها وتقمصها الشخصية عبر تبيان حالات متناقضة بين الضعف والقوة والحب والحنان والحقد، ونجحت باستخدامها لغة الجسد. ويؤدي الممثل عادل كرم دور ممثل مشهور هو فارس نحاس الذي يتحول إلى قاتل على يد شمس مطر، وأعرب العديد من الممثلين والمتابعين عن إعجابهم بمسلسل دور العمر، ومن بينهم النجم السوري تيم حسن الذي أشاد بالمسلسل ووصفه بالتحفة ونوه في الوقت عينه بأداء سيرين الذي اعتبر أنها الأولى بجدارة، وقال في تغريدة أعادت نشرها سيرين أن المسلسل يتكون من 10 حلقات وهو قصة جديدة ومختلفة كليا عن المعتاد ويحرق الأعصاب. بالمناسبة سيرين أثبتت أنها الأولى وأن المسلسل تحفة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.